اهلا باصحابي اصحاب رحلتنا السعيده، والنهارده هنحكي حكايه جديده من حكايات ماما سماح، ومعايا اصحاب كمان موجودين معايا هنا هيسمعوا معايا الحدوته. حكايتنا النهارده كلها انغام جميله وحاجات جميله جدا هنسمعها من اله جميله جدا كلنا بنحبها وعارفينها، اله البيانو. قصتنا النهارده اسمها اصابع بيضاء وسوداء. احنا عارفين البيانو الاصابع بتاعته لونها ابيض في اسود. قصتنا بقى او حكايتنا اللي احكيها لنا رامي. رامي ولد طيب بيحب الموسيقى وعنده 10 سنين، واكتر حد بيحبه في المدرسه هو الاستاذ عمر مدرس الموسيقى. عارفين استاذ عمر سمى رامي ايه؟ احنا عارفين السلم الموسيقي بنقول فيه ايه؟ دو ري مي. دو ري مي. استاذ عمر سمى رامي ري مي، زي دوري مي بالظبط، عشان هو بيحب الموسيقى وبيحب دايما يعزف ألحان جميلة وأنغام جميلة على آلة البيانو. كل يوم في المدرسة لما بيجي وقت البريك أو وقت الفسحة كل الولاد بينزلوا عشان يلعبوا، لكن رامي أول ما يبدأ البريك يروح على طول عند الأستاذ عمر ويبدأ إيه يتعلم معاه يعزف على آلة البيانو. يعني دايماً رامي بيسمع رأي أستاذ عمر وعارف إنه دايماً بيقول له الرأي الصح، حتى لو هو مش عارف حاجة أو غلط في حاجة هو دايماً بيقول له الحاجة اللي لازم يعملها عشان يبقى على طول شاطر وكل الناس تتبسط منه. في يوم من الأيام يا أصحابي في بداية السنة الدراسية جه للفصل بتاع رامي ولد جديد يبقى معاهم في الفصل. الولد ده كان تخين قوي وضخم كده، وكل الولاد قالوا إحنا مش عايزين نصاحب. الولد ده كان اسمه نبيل. كل الولاد سموه الحقيقة اسم مش حلو خالص واسم مش لطيف. عارفين قالوا عليه إيه؟ قالوا عليه نبيل الفيل، لأن الفيل حيوان ضخم وكبير. كمان الولاد قالوا حاجة تانية، قالوا اللي هيكلم نبيل إحنا هنخصمه ومش هنصاحبه. طيب رامي يعمل إيه؟ يسمع كلامهم ويظلم نبيل اللي لسه جاي جديد ملوش أصحاب، ولا يكلم نبيل وكل أصحابه اللي في الفصل يقولوا له إحنا مخصمينك يا رامي ومش هنكلمك، يعمل إيه رامي؟ يكلم نبيل. رامي كان محتار، ولما بيحتار بيروح لمين؟ أستاذ عمر. للأستاذ عمر. رامي راح للأستاذ عمر وقال له يا أستاذ عمر أنا في موضوع محيرني ومش عارف أخد فيه أتصرف إزاي، مش عارف أخد أي قرار. قال له إيه؟ إيه اللي حصل يا رامي؟ رامي حكى للأستاذ عمر حكاية نبيل والكلمة الوحشة اللي كل الولاد قالوها عليه. أستاذ عمر عزف شوية على البيانو وخلى رامي يعزف برضو على إيه؟ على البيانو. ضحك أستاذ عمر وقال له قالوا إيه على نبيل؟ قالوا عليه نبيل الفيل. سكت أستاذ عمر وقال لرامي سؤال أنا كمان هسأله لكم وأسأله لأصحابي اللي موجودين معايا. لو احنا فكرنا اصابع البيانو اللي احنا شايفينها دي اللي هي ابيض واسود عايزين نعملها من جسم حيوان من الحيوانات، ايه هو الحيوان اللي ممكن نعمل منه اصابع البيانو؟ ايه هو؟ ممكن يكون اي حيوان مثلا. رامي فضل يفكر شويه وقال له ايه؟ انا عرفت الحل يا استاذ عمر. قال له هي يا رامي قول. قال له الحصان. استاذ عمر ضحك وقال له لا مش الحصان يا رامي. فكر تاني. رامي فكر شوية قال له أيوة أنا عرفته بقى المرة دي. قال له إيه هو يا رامي؟ قال له الغزال. برضو أستاذ عمر قال له ولا هو الغزال يا رامي، لا هو الحصان ولا هو الغزال. أنت عارف أصابع الفيانو يا رامي بنعملها من إيه؟ قال له من إيه؟ قال له من العاج اللي بيبقى في أنياب الفيل. بعد ما الفيل بيموت بناخد العاج الأبيض، الناب الأبيض اللي إحنا بنشوفه كده ده، ها؟ اللي بيبقى هنا وهنا ده، وبنعمل منه أصابع البيانو اللي أنت شايفها واللي بتخلينا نسمع أجمل موسيقى. أنتوا كنتوا تصدقوا إن البيانو بيتعمل من أصابع البيانو بتتعمل من عاج الفيل؟ لا. كنتوا تفتكروا كده؟ وأنا كمان ما كنتش أفتكر كده. بس أستاذ عمر قال له لأ بنعملها من الفيل. ده بقى يخليك يا رامي تعرف حاجة مهمة أوي أوي أوي، إنك ما تحكمش على حد بإيه؟ بشكله. رامي يفكر في كلام أستاذ عمر وقال له فعلاً يا أستاذ عمر أنا خلاص دلوقتي عرفت أنا هعمل إيه. بسرعة جري رامي
وكلم مين بقى؟ نبيل. كلم نبيل وقال له يا نبيل أنا هصاحبك وما يهمنيش إن أصحابي التانيين ما يكلمونيش. أنت مالكش ذنب إن أنت تقعد لوحدك في الفصل ومحدش يصاحبك. نبيل فرح جدا إن رامي جه كلمه وإنه قال له أنا عايز أبقى صاحبك يا نبيل. رامي خلى نبيل يتعرف على الأستاذ عمر وكمان يتعلم موسيقى بيانو. وبقوا في كل يوم في الفسحة يروحوا هما الاثنين لأستاذ عمر، رامي ومعاه نبيل، يروحوا يتعلموا موسيقى. مر شهر واثنين وثلاثة وبدأت أيام الامتحانات. طبعاً إحنا عارفين في الامتحان كلنا بنستعد ونذاكر كويس عشان إن شاء الله ننجح ونجيب كمان درجات كويسة. في يوم من أيام الامتحان يا أصحابي ورامي قاعد بيجاوب على الأسئلة ومنتبه ومركز كويس قوي، فجأة واحد من الولاد اللي قاعدين في لجنة الامتحان حس إنه تعبان. كل طبعاً المراقبين عملوا إيه؟ جروا يشوفوا الولد ده ماله؟ تعبان حبيبي عندك إيه؟ في الوقت ده بقى بقيت الأولاد عملوا حاجة وحشة خالص خالص. تفتكروا عملوا إيه بقى؟ عملوا إيه بقى في الامتحان لما لقوا المراقبين مش منتبهين؟ غشوا. بدأوا يغشوا. يا خبر، رامي بقى سمعهم عمالين يقولوا الإجابات لبعض كلهم وهو حتى ما حاولش يسمع بيقولوا إيه. اكتشف على فكرة إن في سؤال هو مجاوبه غلط وسمع الإجابة الصح. يصلحوا في الورقة؟ لا. يصلحوا؟ رغم إنه سمع الإجابة الصح؟ طبعاً لا، ما يصلحوش لأن دي ما تبقاش أمانة. فعلاً رامي ما عملش أي حاجة غير إنه كتب الإجابات اللي هو عارفها وقدم ورقته، بس بعد ما الامتحان خلص كان زعلان، زعلان جداً كمان. عارفين ليه كان زعلان؟ راح رامي الأستاذ عمر وقال له أنا دلوقتي زعلان جداً. قال له ليه يا رامي؟ قال له إزاي أنا أذاكر وأتعب وحد تاني يغش ويجيب درجة أحسن مني في الامتحان؟ ده عدل؟ ده عدل إن حد يغش يجيب درجة أحسن مني رغم إن أنا مذاكر ورغم إن أنا مرضتش إن أنا أغير الإجابة الغلط رغم إني سمعت الصح عشان أبقى أمين مع نفسي؟ ده تصرف صح عمله رامي ولا لأ؟ صح. صح؟ أستاذ عمر فعلاً كان زعلان، زعلان إن في حد بيغش وحد عايز يجيب درجة كويسة رغم إن هو مذاكرش. بس قال لرامي حاجة مهمة جداً جداً يا أصحابي. قال لرامي بص يا رامي كويس على صوابع البيانو اللي أنت شايفها دي. رامي بص قال له تعرف هما كام؟ رامي سكت كده وقال له لا معرفش وعمري ما فكرت في السؤال ده. حد فيك يعرف أصابع البيانو كام؟ أصابع البيانو يا أصحابي 88، بس 56 منهم أبيض و32 منهم لونهم أسود. يعني الأكتر الأبيض ولا الأسود؟ الأبيض. الأبيض الأكتر. أستاذ عمر قال لرامي شوف يا رامي دايماً الأبيض بيبقى أكتر من الأسود. البيانو ده عامل زي حاجات كتير في حياتنا، فيها الأبيض وفيها الأسود، فيها الخير وفيها الشر، فيها النهار وفيها الليل، بس في النهاية دايماً مين اللي بيغلب، الخير ولا الشر؟ الخير هو اللي بيغلب. رامي اقتنع بكلام أستاذ عمر وقال له أنا خلاص مش زعلان يا أستاذ عمر، أنا عرفت إن أنا دايماً طالما بعمل الخير ودايماً أنا أمين في النهاية أنا اللي هبقى صح وأنا اللي هبقى متفوق، حتى لو في امتحان ما جبتش أعلى درجة لكن في الامتحان اللي بعده إن شاء الله طالما بذاكر هجيب الدرجة اللي أنا نفسي يعني أبقى متفوق وأحصل عليها أو أي تبقى درجتي. فعلاً أستاذ عمر كان فرحان جداً برامي. عارفين ليه فرحان برامي؟ ليه؟ لأن رامي كمان بيعمل حاجة حلوة جداً يا أصحابي، إنه دايماً بيسمع نصيحة الأكبر منه. إحنا بنسمع نصيحة الأكبر مننا؟ ولما حاجة بنبقى مش عارفين نفكر فيها بنروح لحد أكبر مننا ونسأله؟ ولما بيقول لنا رأيه بنسمع الكلام ولا بناخد كده الكلام وما نسمعوش؟ لا بنسمع الكلام، لأن الأكبر مننا أكيد يعرف حاجات أكتر مننا. والموسيقى كمان بتعلمنا حاجات كتيرة قوي، بتخلي دايماً يعني نبقى كده هادين ودايماً كده نبقى عندنا كده مشاعر جميلة. فلأن رامي بيعزف موسيقى كمان دي غيرت كتير في شخصيته. الهوايات أو الرياضة اللي بنمارسها كل الحاجات دي بتخلينا دايماً نبقى عندنا كده صفاء نفسي. يعني إيه؟ يعني نفكر بهدوء، ما نبقاش متضايقين، ما نبقاش عصبيين. فأنا عايزة كمان أصحابي ياريت اللي مش بيمارس هواية
يبدا يشوف ايه الحاجه اللي بيحبها ويمارسها، ودايما يبقى حريص انه حتى في ايام المدرسه ينظم وقته. دي كانت قصتنا اصابع بيضاء وسوداء اللي تعرفنا فيها على رامي وعلى استاذ عمر وعلى كمان البيانو. عايزه اعرف من اصحابي، قصه عجبتنا؟ حلوه قوي. ايه اللي عجبنا في قصه النهارده؟ ان رامي ساعد صاحبه، وانه ما سمعش كلام الاولاد اللي قالوا له ما تصاحبش نبيل وما غشش. برافو عليك، دي مهمه جدا كمان، ان حتى لو اللي حوالينا كلهم بيغشوا احنا ما نعملش زيهم وما نغش. احنا مالناش دعوه باللي بيعمل حاجه غلط، المهم احنا نعمل الحاجه الصح اللي احنا مقتنعين بيها وعايزين نعملها. اتمنى اصحابي ان قصتنا النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم في حكايه جديده من حكايات ماما سماحه.